الرجوع للمدرسة دايما حاجة مهمة، بس السنة دي يمكن يكون صعب شوية بسبب الظروف اللي احنا كلنا مرينا بيها. عشان كده في الفيديوهات دي هنتكلم عن القلق عند الأهل والأطفال من الرجوع للمدرسة وازاي نتعامل معاه. هنتكلم ازاي نخلي أطفالنا يعملوا أكتر حاجة وأحسن حاجة في الأونلاين ليرنينج. كمان parenting tips، ازاي يتعاملوا مع مشاكل الرجوع للمدرسة، ازاي نهيئ المدرسة انها تبقى بيئة بتساعد على الصحة النفسية للأطفال.